لاحظت أثناء تحية العلم داخل المؤسسة عدم احترام بعض الزملاء لتحية العلم الوطني فأردت أن أنصحهم. يا زملائي، يعد العلم الوطني من أبرز رموز الدولة، وأي مساس به يعتبر مساسا للدولة، كما أن محبته في قلوب الجزائريين مرتبطة بمحبة تراب هذه الأرض الطيبة التي استشهد في سبيلها 1.5 مليون شهيد. لرفع العلم عاليا ليرفرف ليكون رمزا للحرية. والتضحيات التي قدمها الشهداء لا تقارن مقابل الوقوف بضعة دقائق لتحيته. فعلينا الوقوف جامدين له واحترامه عند تحيته، والاستماع للنشيد الوطني. وهذا تعبيرا لحبنا لوطننا، فهو رمز للقوة والشجاعة والتضحية، كونه وساما للأحياء يرفع على جميع الرؤوس بما يعكس مكانته. وقد كتب الشاعر مفدي زكريا بدمه وهو داخل الزنزانة وأهداه للجزائر وقال: هيا هيا قفوا وارفعوا العلم، وانشدوا واهتفوا واعزفوا النغمة. من واجبنا تعزيز الانتماء للعلم الجزائري واحترامه والافتخار به والوقوف له بانتباه للتحية، وذلك لتعزيز قيم المواطنة.